1 ان شاء الله النهارده هناخد يونت جديد، يونت 5. اليونت بتاعنا عنوانه هوليديز، الاجازات. طيب احنا هناخده النهارده البارت الاول اللي هو ليسونز 1 2 اند 3. نبدا مع بعض كده. اول حاجه بنبدا بيها ريفيجن. عندي سؤال بيقول لي read and correct، يعني هنقرا وهنعمل correct او تصحيح للكلمات اللي تحتها خالص. نمبر 1 بيقول لي my father cleans his car at the moment. المفروض ان كلمه cleans هنا غلط. عندي في الجمله عباره at the moment، يعني في هذه اللحظه، الكلمات الداله على present continuous او المضارع المستمر. طيب ممكن نفتكر مع بعض المضارع المستمر كان بيتكون من ايه؟ من subject verb to be verb plus ing. طب ايه verb to be؟ عباره عن ايه؟ am او is او or. طيب يبقى الاجابه هنا المفروض هستخدم verb to be اللي هو is، وبعد كده بجيب الverb clean واحط له ing، تبقى الاجابه is clean. Number 2 بيقول لي always eat during the lesson in the class. The teacher said، المدرس بيقول دائما كل اثناء الدرس في الحصه او في الفصل. لا، المفروض ان هو ابدا ما تاكلش ايه اثناء الحصه. هتبقى هستبدل كلمه always بكلمه never. ودايما always never لما بتيجي كده في بدايه الجمله عشان ادي بيها orders اوامر، انا بحط بعدها verb infinitive الفعل في المصدر. Number 3 بيقول لي I don't give my password to anyone. It's insect. يعني أنا مش بدي الباسورد بتاعي لأي حد، أو الشفرة بتاعتي أو كلمة السر بتاعتي لأي حد، لأن دي من الحاجات اللي هي تعتبر سرية. طيب كلمة سر insect ولا حاجة تانية؟ لا، secret. Secret. يبقى المفروض أستبدل كلمة insect بكلمة إيه؟ Secret. Secret. Secret يعني سر. Number 4 بيقول لي there is two mobile phones on the table. يعني في اثنين من التليفونات على الترابيزة. طيب 2 دي plural ولا singular؟ plural. يبقى المفروض استخدم is or. المفروض اني استخدم or. هنشوف بقى مع بعض مجموعة من الفوكابلري او الكلمات المفردات الجديدة اللي ليها علاقة بالدرس. اول كلمة زي كلمة go on holiday or. معناها نذهب في اجازة. اجازة. قال لي go on holiday يعني يطلع اجازة او يروح يذهب في ايه، في اجازة. ممكن اقول لك مثلا I go on holiday every month. انا بطلع اجازة كل ايه؟ كل شهر. تاني كلمة عندي كلمة beach. يعني ايه beach؟ شاطئ. شاطئ. نشوف صورة شاطئ كده. الشاطئ ده اللي هو الرمل والمية اللي احنا بنقعد نلعب عليه او نقضي يوم جميل عليه، ده بسميه ايه؟ beach. desert معناها الصحراء. زي ما احنا شايفين كده رملة كتيرة بيبقى فيها بعض الحيوانات من ضمنها الجمل، عشان بنسميه ايه؟ the sheep of the desert، اللي هي سفينة الايه؟ الصحراء. تمام. بعد كده عندي كلمة cave يعني كهف. الكهف ده بيبقى مكان مفتوح داخل الايه؟ الجبل. الجبل. بص كده في الصورة عندك ده شكل الايه؟ الكهف. كده يبقى cave يعني كهف. و mountain. ماونتين معناها جبل. جبل. الجبل احنا عارفين ذا ماونت از فيري هاي، الجبل بيبقى عالي ايه؟ جدا. يبقى ماونت معناها جبل. طب نعيدهم تاني. عندي go on holiday، beach، desert، cave، mountain يعني جبل. جنجل. جنجل معناها الادغال. جنجل الادغال اللي هي ايه؟ فيها أشجار كثيفة، فيها بعض الأنهار الصغيرة، يبقى أنا عندي جانجل يعني الإيه؟ الأدغال. عندي كلمة فورست اللي هي الإيه؟ الغابة. الغابة ده مكان كثيف الأشجار والدنيا دايما بتبقى ممطرة فيه. كلمة فورست يعني إيه؟ غابة. غابة. ليك. ليك يعني إيه؟ بحيرة. بحيرة. البحيرة ده مكان فيه مية إيه؟ بس محاط من كل الجوانب باليابس. تمام. يبقى ليك، بحيره. ريفر اللي هو النهر، نهر مجرى مائي واسع وطويل، يبقى ده كده اسمه ايه؟ ريفر. زي مثلا عندنا هنا ايه في مصر؟ زي ذا ريفر نايل اللي هو نهر الايه؟ النيل. النيل. سي يعني بحر، زي مثلا ذا ريد سي، ذا ميديترينيان سي، البحر الاحمر والبحر المتوسط، دول بسميهم ايه؟ سي. سي يعني بحر. ووتر فول اللي هي الشلال، زي شلالات الفيوم كده، زي ما احنا شايفين في الايه؟ في الصوره. مكان مرتفع بينزل ميه على مكان ايه اخر. هوليداي فلات اللي هي شقه للاجازه، زي ما احنا مثلا بنروح ناخد شقه عشان نقضي فيها فتره الاجازه،
دي بسميها holiday ايه flat. عندي كلمة view يعني منظر انا منظر، مشهد. او منظر بشوفه من اي مكان مرتفع، تمام. سواء المنظر ده كويس او ايه او لا، او فانا بسميه فيو. طيب عندنا سيناري، scenery يعني منظر طبيعي، منظر مخلوق او منظر بيخص الطبيعة، زي ان انا بشوفه وانا مسافرة مثلا، المنظر من وانا من شباك الطيارة، المنظر من القطر مثلا وانا بعدي على الصحراء، ده كده مناظر طبيعية موجودة ربنا خليها، بسميها ايه سيناري. scenery. نعيدهم بقى تاني يا ولاد. عندي forest, lake, river, sea, waterfall, holiday flat, view و scenery. عندنا كلمة سوفونير، سوفونير معناها هدايا تذكارية، زي لما بنروح كده نشتري من مكان جديد علينا وعايزين نشتري منه أي هدية عشان تذكرنا بالإيه بالمكان. بالمكان ده، يبقى أنا بقول عليها إيه سوفونير. سوفونير هدية تذكارية. عندي verb can. كامب يعني يقيم معسكر، أو لو جالي ناون تبقى المعسكر نفسه. يعني كده لو كان الفيرب، لو جات لي كلمة كامب كفيرب أو فعل، يبقى التصريف التاني منها أو الماضي كامب، حط لها اي دي جي، يعني ده ريجولار فيرب أو فعل إيه منتظم. منتظم. sleep in a tent، sleep in a tent يعني ينام في خيمة، يبقى أنا عندي sleep in a tent معناها ينام في خيمة، حرف الجر أو preposition اللي بيجي اللي هو حرف الجر إيه in. remember verb بمعنى يتذكر، انا اقعد افتكر حاجة معينة مثلا كنت نسيها، او افتكر معلومة معينة في دماغي، يبقى كلمة remember يعني يتذكر، انا اللي بقوم بالفعل ده. لكن remind يعني يذكر، يعني مثلا انا بفكر زميلتي بحاجة معينة تعملها، او مثلا المنبه على التليفون مثلا بحدده علشان يفكرني بوقت معين او بحاجة معينة، يبقى كلمة remember يتذكر، لكن remind يذكر. كاسل معناها قلعة، زي قلعة صلاح الدين وقلعة قايتباي، في الصورة هي قلعة قايتباي عندنا، يبقى كاسل معناها قلعة. ساند كاسل يعني قلعة رملية أو قلعة مصنوعة من الرمال، زي اللي احنا بنعملها لما نيجي نروح الشاطئ، بنقعد نحفر ونعمل بيوت ونعمل قلاع، دي اسمها ساند ايه؟ كاسل. ساند كاسل. نعيدهم تاني. ايه عندي سوفونير، كام، كامبت، سليب، ان اتنت، ريمبر، ريمايند، كاسل، ساند كاسل. عندنا كلمة ويذر معناها الطقس، الطقس لمدة يوم، لمدة أسبوع، لمدة يومين، بعرف حالة الطقس في الوقت ده إيه، يبقى بسميها ويذر. طيب كلايمت اللي هو المناخ، اللي هي حالة الجو فترة زمنية طويلة. لما أتكلم مثلا عن مناخ دولة، مناخ بلد، المناخ السنة دي مثلا في فصل الشتاء عامل ازاي، يبقى كلمة كلايمت حالة الجو لفترة زمنية طويلة، لكن ويزر حالة الجو لفترة زمنية قصيرة. ماب، ماب معناها خريطة، طبعا احنا بنعرف أماكن الدول وأماكن البلاد من على الإيه؟ من على خريطة. الماب الخريطة. عندي go in بمعنى يدخل، ممكن كمان أقول go into بمعنى برضو يدخل. بيعطيني مثال هنا بيقولي go in أو into a cave، يعني بيدخل إيه الكهف. الكهف، يبقى go in يدخل أو go into كمان يدخل. frightened of معناها خائف من، زي صورة البنت كده وهي خايفة من حاجة، يبقى frightened of معناها خائف من. نعيدهم تاني كده. دي weather, climate, a map, go in or into a cave, frightened of. prepositions حروف الجر بتاعتنا. عندي أول حاجة on the beach يعني على الشاطئ. الشاطئ، على الإيه الشاطئ. لما أقول لك مثلا I play on the beach يعني أنا بلعب على الشاطئ، يبقى كلمة beach هنا هتجيلي معاها preposition on. بيقول لي مثال I like sitting on the beach، يعني أنا عاجبني أو بحب الجلوس على الشاطئ. الشاطئ. get to، get to معناها يصل إلى، يبقى get بيجي معاها preposition to معناها يصل إلى. طب عندي إيه تاني معناه يصل إلى؟ arrive، بس arrive بيجي مع حرف الجر مين؟ ممكن at، أو in، in، at بتيجي مع الأماكن الصغيرة، الصغيرة، in بتيجي مع الأماكن الكبيرة. الكبيرة. وعندنا كلمة تانية بمعنى إيه يصل معناها reach، معناها يصل بس ما بيجيش معاها أي حروف إيه جر،
طب تعالوا نشوف تمثيل كده. بقول ايه، he got to the airport late، هو وصل للمطار متأخرا. يبقى انا عندي got هيجري معاه حرف الجر ايه، to، تو وجوت ده البوست بتاع ايه، بتاع جيت. يبقى معنى كده ان جيت ده regular ولا ايه، regular ريجولار ايه، regular verb يعني فعل هير منتظم. باي ذا ليك يعني بجوار او بالقرب من البحيره. باي هنا معناها بجوار، بتساوي مثلا نكست تو. تمام كده. بيقولي هنا I have a house by the lake، يعني أنا عندي منزل أو بيت بجوار البحيرة أو قريب من البحيرة. for a time لبعض الوقت، يبقى انا عندي كلمه for a time معناها لبعض الايه، الوقت. طيب لما اقول هنا he wants to travel for a time، هو يريد ان يسافر لبعض الوقت، يبقى for a time معناها لبعض الوقت. طيب آخر حاجة اللي هي preposition on، بيجي وراه days of the week يعني أيام الأسبوع. احنا عارفين طبعا كلنا حافظين أيام الأسبوع. أعطيني مثال هنا، بيقول لي إيه؟ بيقول لي I went to the park on Saturday، يعني أنا ذهبت إلى الحديقة في يوم الإيه؟ السبت. طيب من Saturday من أيام الأسبوع، أجيب قبله حرف الجر إيه؟ أو ما ينفعش أي حرف جر إيه. النهارده يا ولاد الكلمة بتاعنا بيتكلم عن the past simple tense، زمن الماضي البسيط. طيب احنا عرفنا ان الماضي البسيط ده بيعبر عن ايه؟ بستخدمه لما اجي اعبر عن حاجة حصلت في الماضي وانتهت. هو ملهاش ايه اثر، هي اتكلمت عنها وخلصت. زي ان انا امبارح عملت ايه؟ اتفرجت على تلفزيون، التلفزيون، زرت جدتي، ذاكرت، لعبت، كل دي حاجات ايه؟ حصلت وانتهت. طيب يبقى انا عندي تكوين الماضي بتاعي او الزمن بيعبر عن ايه بقى؟ The tense used to talk about an action، بيتكلم عن حدث happened and finished in the past، يعني حصل وانتهى في الماضي. تعالوا نشوف الاكزامبلز بتاعتنا كده. نمبر 1 بيقولي he walked to his office yesterday، يعني هو مشى للمكتب او ذهب مشي للمكتب بتاعه yesterday امبارح. في عندي كلمة هنا اللي هي كلمة yesterday معناها أمس، من الكلمات الدالة على الزمن. يعني ايه كلمات دالة على الزمن؟ يعني أول ما أشوفها في الجملة أعرف زمن الجملة، بيتكلم مثلا عن الماضي. تمام كده. في كلمات تانية بتدل على أزمنة تانية. طيب بص كده تحت خط اللي هي كلمة walk، معناها ايه؟ مشى. مشى هو الفيرب ده كده في البريزنت ولا في الباست؟ الباست، لأنه أصله walk. تمام. وحط له ايه؟ ايدي علشان يبقى في زمن البوست الماضي. يبقى انا اول كده حاجه بعملها عشان احول الجمله الماضي، انا بحول الفيرب بحط له ايدي. تمام. وعندي من الكلمات الداله على زمن كلمه شستر يسترداي. نمبر 2 ماي اونت ترافلد تو سبين لاست يير، خالتي سافرت لاسبانيا لاست يير، السنه الماضيه. احنا برضو بنبدا الجمله بسبجكت اللي هو ماي اونت، بعد كده ترافلد. هنا اصل الفعل كان ايه؟ كان ترافل لغايه حرف ال. عملت ايه؟ دبلت او عملت وي دبل اي ذا لاست ليتر هو حرف ال وحطينا ايه؟ اي دي. تمام. يعني معنى كده ان الفيرب بتاعي ريجولار ولا ايه؟ ريجولار. ده ريجولار علشان حطيت له اي دي. حطيت له ايدي. طيب وعندي كلمه من الكلمات اللي بتدل على زمن كلمه لاست. لاست يير السنه الماضيه، لما اقول لك مثلا لاست الماضي، بس بيجي معاه كلمات كتير، ممكن اقول لاست يير، لاست مانث، لاست ويك، لاست فرايداي، يبقى لاست بيجي معاها اي ايه؟ اي مده زمنيه. زمن. طيب اكزامبل نمبر 3 هنا بيقول لي شي يوزد ماي فون، هي استخدمت تليفوني. ملاحظين هنا ان الفيرب يستخدم اللي هو بيتكتب ازاي؟ use u s e اخره اي. u s e. طب احنا حطينا اي دي ولا حطينا لا حطينا دي بس عشان هو اخره اي، بقى مش هنكرر الاي تاني. تمام. يعني تقصدي تقولي ان لو كان الفيرب اخره اي بحط له دي بس. يعني معنى كده ان انا عشان احول الفيرب من present للباست، انا ممكن احط اي دي او ممكن احط دي. بحط دي لو الفيرب بتاعي اخره حرف الاي. نمبر 4 علي كارت ا هيفي بوكس باي هيم سيلف، علي حمل صندوق تقيل بنفسه. انا عندي هنا الفيرب كارت، هو ده في يعتبر في زمن الايه؟ في الباست. في الباست. طب هو المصدر بتاعه اللي هو كان ايه؟ كاري. كاري كان اخره حرف الواي. حلو قوي. طب انا عملت ايه في الواي؟ انا شلت الواي واستبدلتها باي اي دي. طب ليه شلت الواي واستبدلتها باي اي دي؟ حرف الواي كان قبل حرف الار، وحرف الار ده بيعتبر كونسونانت او حرف ساكن. لما يكون الفيرب اخر واي وبشيل وقبله حرف ساكن، بشيل الواي واقلبها اي اي دي، زي كاري خليتها كاريت. ستادي استاديت برضه بشيل الواي. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي
انا عندي regular verbs يا اما بحط لها ed يا اما بحط لها دي يا اما بحط لها اه ied ايدي لما بحولهم من present لايه لباست. وعندنا كلمتين بيدلوا على زمن هو yesterday كلمة yesterday's we lost ولاست. تمام، وهناخد برضه كلمات تانية. number five last month I rode on a camel، الإشارة الماضي أنا ركبت على الجمل. بصوا بقى كده، أنا عندي لاست، إحنا اتفقنا إن لاست من الكلمات اللي بتدل على زمن الباست الماضي، جميل، وقلنا إن لاست بيجي بعدها مدة زمنية، تمام. طب أنا عندي رود، ركب، ده الأصل الفيرب بتاعه المصدر بتاعه اللي هو إيه؟ رايد رايد كتبت حرف الآي حرف الآي، أنا حولته خليته رود، رود، يبقى ده فيرب إيه؟ irregular يعني فعل غير منتظم، اه عشان يعني انا ما حطيتلوش ولا اي دي ولا دي ولا اي اي دي. معنى كده ان الافعال بيبقى في منها regular verbs افعال منتظمه و irregular verbs يعني افعال غير منتظمه الغير منتظمه اللي انا بغير شكلها ايه عن عارف. المضارع. number 6 هنا بيقول لي زي they did their homework an hour ago، يعني هم عملوا واجبهم منذ ساعة. مبدئيا كده عندي verb did بمعنى ايه؟ عمل أو فعل، فبتقدري تقولي present ايه؟ دو جميل، ده بسميه regular ولا ايه regular؟ الريجولار يا ميس عشان غيرته غيرنا شكله خالص. طب في حاجة تانية في الجملة اللي هي كلمة ago معناها ايه؟ منذ منذ، من الكلمات برضو الدالة أو من الكيوردز ايه الدالة على زمن ال past simple، تمام؟ تمام طيب جالي قبلها ايه؟ مدة زمنية عشان an hour. جميل، يعني عكس كلمة ايه؟ لاست، خلاص لاست بيجي لي وراها الفترة الزمنية لكن أبو بيجي قبلها الفترة الفترة الزمنية. الزمنية كده. number 7 بيقول لي we were late for school yesterday، يعني احنا كنا متأخرين على المدرسة ايه امس امس امبارح. امبارح. عندي yesterday هي عرفتني ان انا في الايه في الفترة. في في الباص حاجة تانية اللي هو verb were، هو were ده كان في present ايه اور، جميل، ده verb to be الماضي بتاع or ايه وير. where. جميل، يبقى القاعدة بتاعتنا الفورم بتاع القاعدة بيتكون من subject plus a regular verb or irregular verb، يا إما أفعال منتظمة يا إما أفعال غير غير منتظمة. تمام، وقلنا الأفعال المنتظمة إن أنا بحط لها إيه؟ يا إما دي ED أو دي أو أي إي دي. طب تعالوا نشوف إمتى بحط لها دي. verbs هو قلنا verbs end with ED أو دي أو أي إي دي. طيب we add دي when the regular verb ends with E. تمام، زي ايه؟ زي like هتبقى liked like. عندنا used عندنا lived جميل. like معناها يحب يعجب، use معناها يستخدم، live معناها يعيش. تمام، عندنا بقى الجزء الثاني we add ied when the regular verbs in this with a consonant letter or plus one. احنا بنضيف الاي اي دي لما يكون الفيرب المنتظم اخره كونسونانت حرف ساكن بلس ايه الواي، بنشيل الواي ونحط لها ايه اي اي دي. طب تعالوا نشوف امثله على الكلام ده. انا عندي ستادي هتبقى استاديت، استاديت شلنا الواي وحطينا اي اي دي. طيب عندنا كاري هتبقى كاريت، كاريت نفس الكلام. عندنا كراي هتبقى ايه كراي، كرايت. استاذي معناها يذاكر، كاري معناها يحمل، كراي معناها يبكي. طيب امال ذا الريجولار فيربس، احنا اتفقنا ان الريجولار فيربس الافعال الغير منتظمه احنا لازم ايه نحفظها لان انا بغير ايه بغير شكلها. زي بوي، باي تبقى بو، بوي معناها يشتري وبوت اشترى. تمام، عندي ام او از يكون هتبقى الماضي بتاعها واز، واز كان. اول او يكونوا جنب الماضي بتاعها تبقى وير، وير كانوا. عندنا رايت يكتب، يكتب والماضي بتاعها روت، كتب. عندنا ميك، ميك يصنع، الماضي بتاعها ميد صنع. تمام، عندنا اكزامبلز على الجزء الثاني بتاعنا من القاعده اللي هو النيجاتيف النفي. احنا عارفين عشان ننفي اي جمله في الدنيا لازم نحط لها كلمه نوت، نصر. تمام، انا بدور على الهيلبنج فيرب بتاعي واحط كلمه ايه نوت. طب لو انا عندي فيرب اساسي مين فيرب اللي زي مثلا فيرب تو بي، انا بحط نقطة ايه بعد على طول، لكن مفيش انا بجيب من عندي يا اما دو يا اما داز يا اما دي. انا بتكلم عن البوست يبقى انا هحط مين ديت. ديت طيب نمبر 1 بيقول لي yesterday he didn't go to where، هو امس لم يذهب الى العمل. انا عندي هنا yesterday من الكلمات اللي بتدل على زمن الايه البوست الماضي. طب انا حطيت هنا مين didn't معناها لا، وجالي بعدها مين
بص جول فيرب ايه انفينيتيف، يبقى ما حدش يقول لي ميس يسترداي، طب ازاي جو ما انا عندي ديد بيجي بعدها الفيرب انفينيتيف، يبقى انا بنفي بايه سبجكت وبعدين didn't وبعد كده فيرب انفينيتيف. نمبر 2 نمبر 2 بيقول لي اي didn't climb a mountain، يعني انا ما تسلقتش الايه الجبل. الجبل هنا برضو جملة منفية بكلمة didn't plus كلمة climb جاية لي في المصدر علشان didn't وراها لازم يجي الفعل في الايه في المصدر. صيغة الجملة في النيجاتيف بتبدأ subject plus didn't plus verb ايه infinitive. Number 3 she wasn't hungry and didn't eat، هي لم تكن جعانة وما أكلتش. أنا عندي هنا was، الفيرب هنا ايه ده يعتبر ايه، يعتبر فيرب تو بي، واحنا اتفقنا ان انا لما اجي انفي في جمله فيها فيرب تو بي بحط نوت وراها ايه على طول، مش محتاجه هيلبنج فيرب. تمام، طب الجمله الثانيه الجزء الثاني لا ده انا نفيت عشان ايت ذا فيرب، يبقى انا هنفي بكلمه ايه بجيب له هيلبنج فيرب، يبقى اللي هو هجيب له didn't، وديدنت بيجي بعدها الفيرب ايه انفينيتيف الفعل في المصدر. نشوف الفورم بتاعتنا في النيجاتيف، هنا ده negative form، الجملة هتبدأ عندي بال subject plus didn't plus infinitive أو فعل في الإيه في المصدر. طيب ال keywords أو الكلمات الدالة على الزمن اللي شفناها في الجمل، كلمات بتعرفني إن أنا في زمن الماضي، زي إيه؟ زي yesterday وعندي lost، ago in the past، تمام، once. طب yesterday إحنا قلنا معناها أمس، lost معناها الماضي أو السابق، تمام، ago معناها منذ، بيجي قبلها إيه مدة زمنية، خلاص in the past في الماضي، وعندنا كلمة once معناها ذات إيه ذات مرة. هنشوف بقى دلوقتي the questions أو الأسئلة، إزاي أكون سؤال في زمن الماضي؟ احنا كنا ماشيين كده على ترتيب معينه للسؤال، اول حاجه هتبدا بيها عندي ايه question word، اداه الاستفهام اللي هي اداه الاستفهام. طيب احنا عندنا ادوات استفهام كتير نفتكرها كده مع بعض، زي what، زي where، زي when، زي why، زي who، زي how، كل دي ادوات استفهام بتسال على ايه، على حاجات معينه، على المكان، على الزمان، على الاشياء. طيب دي اول حاجه في تكوين الايه السؤال. طيب بعد ما بحط أداة الاستفهام أو الـ question word بحط إيه؟ helping verb. الـ helping verb عندي في زمن الماضي اللي هو did. did. بعد كده هيجي لي الـ subject اللي هو الفاعل، وبعد كده بجيب من عندي الـ verb في الـ base form أو في الفعل في الإيه؟ في المصدر infinitive. infinitive كده، وبعد كده لازم أحط الـ question mark أو أداة الإيه؟ الاستفهام. ونحفظ مع بعض تركيبة السؤال عشان نعرف نكون الإيه؟ السؤال. أداة الاستفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل في الإيه؟ في المصدر. طيب ده نوع سؤال بيبدأ بأداة استفهام. طب أنا لو عندي بقى الـ yes or no question، هو السؤال اللي بجاوب عليه يا إما بنعم أو لا، محتاجة إن أنا أحط question word؟ لا لا، أنا هبدأ بالـ helping verb على طول. تمام، يبقى هيبقى helping verb اللي هو دي، بعد كده subject، بعد كده verb infinitive، وما انساش question mark علامة الاستفهام. تمام، نشوف أمثلة كده على الأسئلة. بيقول لي كده number one I slept in a tent، يعني أنا نمت في إيه؟ خيمة. عايزني هنا أسأل بأداة الاستفهام where، علشان أحل السؤال صح لازم أمشي على خطوات معروفة. كلمة where أو أداة الاستفهام بتسأل عن أين، تسأل عن المكان. المكان معنى كده إن أنا هشيل من الجملة عندي إن أتنت، إن أتنت اللي هو الإيه المكان، لأن دي الإجابة ما ينفعش أحط الإجابة جوه السؤال. طيب يبقى أنا هحذف عندي من الكلام إن أتنت. هنقول إيه بقى؟ هبدأ بأداة الاستفهام اللي هي where. where. طب بعد كده الـ helping verb عندي تبقى مين؟ did، ده علشان slept في الماضي. برافو عليكي. وبعد كده بحط الـ subject اللي هو I، هتتحول تبقى you. تمام، يبقى I في الإجابة في السؤال تتحول ليو. بعد كده الـ verb infinitive اللي هو slept هيبقى sleep، لازم يبقى في المصدر. جميل. بعد كده ما ننسيش الإيه؟ الـ question mark. نقول مع بعض كده السؤال where did you sleep؟ يعني أين أنت إيه؟ تنام. نمت. تمام كده عندي إيه؟ دي. بعد كده نمبر 2 he made a sand castle، يعني هو صنع او كون قلعه رمليه. عايزني اسال what، معناها ايه اداه الاستفهام what؟ what معناها ما او نيزا، هتسالني على ايه في الجمله؟ عن الاشياء، يبقى a sand castle. حلو، يبقى دي اللي انا هشيل من الاجابه كلمه a sand castle واسال بقى ادي what. what بعد كده helping verb هيبقى did عشان made في الماضي. برافو. بعد كده السبجكت هي مش هغيره، هكتبه زي ما هو. برافو. بعد كده الفيرب infinitive make made هتبقى make. برافو. يبقى هنقول ايه؟ what did he make، ماذا هو صنع. طيب نمبر 3 ده بقى نوع سؤال تاني، بيقول لي yes she rode a bike، ايوه هي
ركبت الايه الدروبة. الدروبه. ده سؤال بايه؟ يس اور نو. حتى بقيت قوسين كده لي اسال بايه؟ بديت مش باداه استفهام. اول حاجه هشيلها الاجابه، هي الاجابه ايه يس. هنا؟ يس برافو. يبقى انا لو عندي يس او عندي نو انا بشيل ايه الكلمتين ايه دول وامشي برضو على طريقه تكوين السؤال. هبدا بكلمه ديد وراها السبجكت عندي مين في الجمله؟ شي. وبعد كده الفيرب انفينيتيف هو رايت. رايت جاي لي من فيرب ايه؟ رود. الرود هيبقى رايت المصدر بتاعه. جميل. يبقى هقول ديد شي رايت اباي اباي ومنساش كويتشن مارك. كويتشن مارك. هناخد تطبيق بقى على القاعدة بتاعتنا. choose the correct answer. number one the beach space far from my house. نشوف كده الإجابات what where or weren't. هنا بيقول لي الشاطئ بعيد عن بعيد عن منزلي. كلمة the beach اللي هو الإيه؟ الشاطئ دي كلمة مفرد ولا جمع؟ singular. حلو singular noun. طب إيه اللي ينفع في الاختيارات هنا مع singular؟ واز. تبقى الإجابة عندي إيه؟ واز. يبقى الشاطئ كان بعيد عن إيه؟ منزل. نمبر 2 بيقول لي they space into the cave last week. هما إيه؟ الكهف last week الأسبوع الإيه؟ الماضي. طيب هما they going ولا went ولا goes ولا go؟ أنا عندي last بتدل على زمن الماضي عشان بقول last week الأسبوع الماضي، يبقى هختار verb in the past في الماضي هيبقى went. برافو عليكي. هتبقى الإجابة إيه؟ went. Number 3 he spaced in the lake yesterday. هما إيه في البحيرة إمبارح. عندي yesterday دي بتدل على زمن الإيه؟ الباست الماضي. بختار من الإجابة swam ولا swim ولا swims ولا swimming. عشان عندي yesterday بتدل على زمن الماضي يبقى أنا هختار الفعل في الماضي اللي هو swam. swam. تمام. Number 4 did you space on holiday last year؟ سؤال هنا في زمن الماضي وعرفت من حاجتين، من كلمة did ومن كلمة last. تمام كده؟ طيب نفتكر مع بعض كل السؤال. ديت وراها السبجكت وراها الفيرب شكله ايه؟ infinitive. لذلك بقى هختار went ولا goes ولا go ولا going؟ لا هختار go. برافو عليكي. علشان لازم يكون الفعل في المصدر. when I space 8 I visited the pyramids. عندما انا ايه 7 سنين انا زرت الاهرامات. انا عندي visited هنا الفيرب in the past يبقى معنى كده ان انا هختار برضو الجمله الثانيه في زمن الايه؟ الباست. يبقى لما كان عندي 8 سنين او لما كنت 8 سنين انا زرت الاهرامات. يبقى هنختار الفيرب وير ولا ام ولا از ولا ووز. اختار هنا كلمه ووز يعني انا كنت 8 سنين. كنت 8 سنين زرت الاهرامات. طيب هنشوف سؤال تاني كوريكت بيقول لي صحح. قال لي هنا I have dinner with my family an hour ago. عندي هنا خطه تحت كلمه هاف. ما ينفعش طبعا لان هاف هنا دي infinitive في المصدر. تمام. ما ينفعش لان وما ينفعش لان عندي كلمه اجو بتدل على زمن الماضي. لذلك انا لازم اكون حافظ ان هاف الماضي بتاعها ايه؟ هات. فالاجابه هات. نمبر 2 she buys food and went home. هي اشترت فاكهه وذهبت للمنزل. بس هنا buys. انا عندي buys هنا present مضارع وانا عندي الفيرب في الجزء الثاني من الجمله went في زمن الايه؟ الباص. يبقى لازم نخلي برضو بايز في الزمن الماضي هتبقى اسمها بوت. She swam in the sea but he didn't saw any dolphins. تمام. ملاحظ هنا ان الكلام في زمن الباست الماضي. طيب وعندي الجمله الثانيه منفيه. المفروض ان النفي بتبدا بسبجكت بلس didn't بلس الفيرب شكله انفينيتيف الفعل في المصدر. انت عندك هنا سو هتبقى مفروض سيميس. تمام عشان تبقى انفينيتيف. احنا هنديكم يا سنة أولى سؤالين كده إن شاء الله من خلال فهمكم لليونت تحلوا عليهم. خلاص excel yourself. read and correct the underlined words. number one I have a wonderful time in Alex last week. مفروض هنصحح كلمة have. number two what food did you eat. مفروض أنا هصحح كلمة eat. بالتوفيق يا سنة أولى إن شاء الله.